المحاولة أدي أمامنا ركنية من توني كروس، البحث عن هدف مبكر وأدي رأسية ولد، ولكن في راية، راية كريستيانو رونالدو. أدي أمامنا هنا كنا هنتحدث الهدف الأسرع. بص الإعادة، أدي أمامنا هنا الكرة لمست في راس فاران، وكان نادي برشلونة اللاعب رافائيل فاران. أدي التحرك خطيرة، توني كروس إلى كريستيانو رونالدو، لكن يجيلش الكرة وتعدي الكرة ويأتي واستغلال المساحات. وادي استلام على طول من جانب اللاعب اللي يتقدم هنا لويس سواريز اللي في الجانب اليمين، المسانده من جانب اللاعب باولينيو، العرضيه خطره جدا، اول كره، اول 77 73، ولكن انطلاقه الخطير رونالدو يبحث عن التسجيل، والزاويه الصعبه، لكن لازم الفعاليه ولازم الجماعيه. ورونالدو ميسي عمل واحده حلوه، او باولينيو يخطف واحده، وهدفين في مرمى فريق نادي ديبورتيفو لا كورونيا في اخر اللقاءات. هذه الكره لكن يلمس مارسيلو، كريستيانو رونالدو وحوار مع اللاعب سيرجي روبرتو، رونالدو لكن احلى شتيجن يا ولد، تير شتيجن، لكن بيكي بيحاول طبعا لكن مقطوعه. ادي عملنا التمرير كريستيانو رونالدو وعدى وقلبة، وادي رونالدو يعملها حلوه قوي بذكاء للكعب، قلبة الى ميسي. ايه السيرك اللي معمول في هذه اللقطه في هذا السنتي؟ الكره العرضيه الخطيره يا ولد، المتابعه باولينيو، لمسه حلوه، اتعمل سيرك في اللقطه الماضيه، اتعمل تصل على طول بين مودريتش الى كارفاخال عمل عرضيه ولد يا بيكي، كارفاخال عنصر مهم، شالها حلوه، لكن فيرمايلن يا ولد، يا فيرمايلن يقطع وترجع لمودريتش، ولكن فيني والتصدي الرائع من ناباس ثم راسيه